طب بنختار بقى مكثف التشغيل ازاي يا جماعه؟ هيظهر لكم دلوقتي على الشاشه فايل مهم جدا اللي هو منحنيات اختيار مكثف التشغيل طبقا للجهود المختلفه وقدره المحرك زي ما انت شايف كده قدامك بالظبط. السلام عليكم. طالما دخلت تتفرج على الفيديو ده فأكيد أنت محتاج تعرف معلومات جديدة علمية عن مكثف التشغيل. تابع معايا في الفيديو ده، في معلومات قيمة جدا ما تفوتهاش. ونبدأ على طول. إيه هو مكثف التشغيل يا جماعة؟ تابع معايا. في محركات الواحد فاز بيتم توصيل مكثف التشغيل، ده مكثف تشغيل بالتوالي مع ملف البدء، وده ملف التشغيل يا جماعه، ده في المحركات كام؟ الواحد فاز، وده ال 220 فولت اي سي اللي انا اغذيهم المحرك. طيب خليك معايا وهتفهم القصه بالظبط انا عايز اوصل ليه. طيب لو عندك محرك 3 فاز متوصل ستار، بالشكل ده كده، وعايز اوصل المحرك الثلاثة فاز ده بمصدر 220 فولت اي سي. طيب اجيب مكثف، بنسميه مكثف التشغيل برضو، يتوصل بالشكل اللي انت شايفه ده، ده مكثف ايه؟ مكثف تشغيل برضو. طيب لو انا عندي محرك 3 فاز متوصل دلتا بالشكل ده كده، وعايز اوصله بمصدر 220 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، برضه هجيب مكثف تشغيل اوصله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مكثف تشغيل. ايه بقى قصة مكثف التشغيل ده؟ طيب اول معلومة هنتعلمها، مكثف التشغيل ده بيدي دفعة عزم للموتور في البداية بنسبة 25% الى 30% من عزم الموتور المقنن. ديت أول معلومة، يعني مكثف التشغيل لازمته في الدايرة دي أو دي أو دي إن هو يدي دفعة عزم في البداية بنسبة 25 لـ30% من عزم الموتور الكلي اللي هو المقنن. ديت أول معلومة. طيب، تاني معلومة يا جماعة، تاني معلومة إن كفاءة الموتور هتزيد بشكل كبير جدا اثناء التشغيل. بقى المحرك اشتغل معايا، المكثف قومه او ادى نسبه العزم المطلوبه في البدايه عشان يقوم الموتور مع ملف التقويم طبعا. اثناء بقى التشغيل كفاءه الموتور هتزيد بشكل كبير جدا لان مكثف التشغيل بيقلل مرور التيار في المحرك وبالتالي بيزود كفاءته ويديك نفس القدره. ديت النقطه الثانيه. طب النقطه الثالثه، العمر الافتراضي للمكثفات يا جماعه، العمر الافتراضي للمكثفات. ايه العمر الافتراضي للمكثفات؟ في مواصفه عالميه حددت العمر الافتراضي اثناء تصميم المكثف، والشركات اللي بتصنع المكثفات اثناء التصنيع في مجموعه من العوامل بتحدد العمر الافتراضي للمكثف. انا اعرفها دلوقتي من خلال المواصفة العالمية IEC 60252-1 بتقول ايه عن مكثف التشغيل. تابع معايا. طيب ادي التعريف يا جماعة، العمر الافتراضي لمكثفات التشغيل طبقا للمواصفة الدولية IEC 60252-1. طبعا اللي ما عرفش المواصفة الدولية اللي هي IEC معناها بالعربي اللجنة الكهروتقنية الدولية، وديت اللجنة
الدولية العالمية المسؤولة عن وضع المواصفات الخاصة بالتصميم لكل شيء تقريبا متعلق بالكهرباء. تمام كده؟ طيب التعريف بيقول ايه؟ بيقول لك ان العمر الافتراضي الكلي الادنى، اقل عمر افتراضي الذي على اساسه يتم تصميم المكثف عند الجهد والتردد ودرجه الحراره المقننين، يعني لما يجي المكثف يشتغل عند الجهد والتردد ودرجه الحراره المقننين اللي تم تصميمهم من قبل المصنع، يتم تصنيفه كالاتي: عدد ساعات التشغيل كام يا جماعه، والعمر الافتراضي قد ايه؟ طيب اول حاجه متقسمه كلاسات، الكلاس ايه ده 30,000 ساعة. لما تلاقي المكثف مكتوب عليه ايه، يبقى معناها ان هو يشتغل 30,000 ساعة بس عند جهد معين. خلي بالك من النقطة دي وهندي مثال دلوقتي. طيب كلاس بي يشتغل 10,000 ساعة، ده العمر الافتراضي الادنى الكلي الادنى، اقل عمر افتراضي، يعني ممكن عمر المكثف يزيد عن كده. طيب رقم 3 كلاس سي 3,000 ساعة، كلاس دي 1000 ساعة. هتجيب المكثف هتلاقي مكتوب عليه A أو B أو C أو D، يبقى أنت عارف العمر الافتراضي للمكثفات. طيب علشان أدي مثال، في مكثفات بيبقى مكتوب عليها الكلاس ومكتوب عليها عدد الساعات، هتظهر قدامكم دلوقتي. تمام كده؟ بيبقى مكتوب عليه الكلاس وعدد الساعات، كلاس A مثلا وكلاس B، هيظهر قدامكم دلوقتي المكثف على الشاشة، هتلاقي مكتوب كلاس A اللي هو 30,000 ساعة وكلاس بي اللي هو 10,000 ساعة. في مكثفات تانية بيبقى كاتب بس الـ A أو الـ B، هيظهر معاكم برضو دلوقتي. يبقى أنت عارف معنى الـ A إن هي 30,000 ساعة، ده الأمر الافتراضي بتاع المكثف. طيب الـ B معناه إيه؟ اللي هو 10,000 ساعة. طيب بشرط إن هو يكون شغال عند الجهد والتردد ودرجة الحرارة الإيه؟ المقننين يا جماعة. طيب الجهد المقنن للمكثف زي ما واضح قدامك كده، ممكن يبقى مثلا 420 فولت. تمام كده؟ ده يشتغل 30,000 ساعة. هو اللي بيقول لك اهو، لو جهد على المكثف 420 فولت يبقى العمر الافتراضي بتاعه كام؟ 30,000 ساعة. طيب لو 470 مثلا هيبقى 10,000 ساعة. ده طبعا كلاس A وده كلاس بي زي ما واضح في المكثف اللي قدامك دلوقتي على الشاشه، ده كمثال. تمام كده؟ التردد طبعا لازم يبقى 50 هرتز زي ما موجود على المكثف. درجه الحراره المقننه هتلاقي في ارقام مكتوبه جنب بعضها كده يا جماعه، ممكن تلاقي 25 على 85 على 21. طيب درجه الحراره المفروض يشتغل فيها المكثف فين؟ من الرقم ده كده سالب 25 والرقم ده هو موجب 85، في الرينج ده كده من سالب 25 درجة تحت الصفر إلى موجب 85 درجة مئوية، تقدر تشغل المكثف فيه درجات الحرارة اللي أنت شايفها دي. ده لو باينة معاك دلوقتي على الشاشة، تلاقي فيه ثلاث أرقام جنب بعض، ال 25 وال 85 معناها سالب 25 اللي هي تحت الصفر و 85 اللي هي موجب 85، ده الرينج أو مدى درجة الحرارة اللي ينفع المكثف يشتغل فيه. تمام كده؟ ودي معلومة برضو تانية. طيب ايه تاني في مكثف التشغيل؟ خليك معايا. جهد الاختبار بتاع مكثف التشغيل يا جماعة، جهد الاختبار قد ايه؟ ادي مكثف اهوت، ادي الطرفين بتوعه، خليك معايا. جهد الاختبار لمكثفات التشغيل طبقا للاستاندر الاي اي سي تاني 60252 داش واحد. جهد الاختبار يعني ايه جهد الاختبار؟ بطبق جهد على المكثف بين الطرفين وما بين الطرف ده الاولاني والجسم وما بين الطرف الثاني والجسم. طيب الاختبار ده بيتم ما بين الطرفين ده اهوت، بيبقى 2 يو ان لمده كام؟ لمده 2 سكند. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا ايه المكثف الجهد المقنن بتاعه 450 فولت اللي مكتوب على المكثف. يبقى علشان اختبر المكثف ده بالجهد الاختبار بطبق على الطرفين دول كام؟ 2 يو ان اللي هو كام؟ يو ان اللي هو 450، يبقى 2 في 450 كام؟ 900 فولت.
اطبق 900 فولت لمده ثانيتين على الطرفين دول عشان اتاكد ان المكثف بتاعي 10 على 10. ديت النقطه الاولانيه. طيب جهد الاختبار الثاني، انا خلصت الاختبار ده ونجح، خليك معايا. هاجي ما بين الجسم دهوت والطرف ده اهو، وايه؟ واطبق جهد. الجهد ده عباره عن 2500 فولت لمده كام ثانيه؟ لمده ثانيتين برضه. يبقى اجي اطبق جهد ما بين الطرف الاولاني وجسم المكثف، سواء بقى كان الجسم ده الومنيوم بلاستيك ايا كان، اطبق جهد ما بين الطرف الاولاني والجسم 2500 فولت لمده كام؟ لمده 2 ثانيه. دي جهود الاختبار، ده جهود الاختبار عشان المكثف قبل ما يطلع من المصنع يتاكدوا ان هو سليم ولا لا. طيب 2500 فولت لمده كام؟ 2 ثانيه. طيب نجح في الاختبار واستحمل، اجي برضه ما بين الطرف ده اهوت ومين؟ والجسم، واروح مطبق برضه ال 2500 فولت لمده 2 ثانيه علشان اتاكد ان المكثف برضه سليم. طيب يبقى جهد الاختبار ما بين الطرفين اللي هو 2 يو ان اللي هو كان في الحاله ديت 900 فولت، او ما بين الطرف وجسم الايه؟ الجسم الخارجي لمين؟ للمكثف، وده بيبقى بقيمه 2500 فولت طبقا للمواصفه العالميه. ديت جهود ايه؟ جهود الاختبار. طب بنختار بقى مكثف التشغيل ازاي يا جماعه؟ هيظهر لكم دلوقتي على الشاشه فايل مهم جدا اللي هو منحنيات اختيار مكثف التشغيل طبقا للجهود المختلفه وقدره المحرك، زي ما انت شايف كده قدامك بالظبط. ان شاء الله في فيديو تاني هجيب لكم سعة المكثف المقننة من اول 33 مايكرو فراد لحد الرقم الاخراني، هجيب لكم كل القيم تبقوا ان شاء الله عارفينها باذن الله. لو الفيديو عجبك اعمل اعجاب، ولو اول مرة تتفرج عليا في القناة اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو ده، واضغط على زر الجرس هتفتح لك قائمة، اضغط على الكل هتوصلك كل الفيديوهات ان شاء الله من القناة. ولو ليك اي تعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.